السلام عليكم، صباح الخير. كيف صبحتوا؟ مزيان كلشي بخير؟ عرفتوني فين انا ياك؟ جبتوني ماشي فحالي انا في الباركو، وصورت لكم وانا في الصباح حيت كنت مزروبه، بقيت نجري جري باش نلحق الباركو. من بعد ما وصلت جبرت شحال كذا طلع لي الدم صندوق، وانا مستحيل نلقى هنايا، بقى يدور الباركو كيتزعزع حتى الباركو قال لا صافي حنايا ماشي. ما عرفتش واش كتسمعوني، قرب شويه نقرا شي غاو الدنيا عامره. يا صافي قلت لكم جيت، بقيت كنستنى تبارك الله الفيلا قداش هي. صافي جوزنا ودابا جلست، ديما كنعاود لكم الدرايف اللي كيوقعوا لي. اليوم شنو وقع لي؟ مي وصلت باش نطلع في الاسانسير كلشي جبرتهم باركين حدا باب الاسانسير، ما عندك فين تجلس. ايوا واحد الخدام مسكين هنايا هز معايا الكوتشي وطلعته في الدروج، تخيل الكوتشي مفتوح تحت في النص ساكت الله على في الدروج، حق عاونوني الناس شكرا جزيلا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا من وصل عاوتاني غنعاود في الاسانسير، بقى حاصله انت حيت حتى يجي ديك مول الطونوبيله يخرج الطونوبيله ديالو. ايوا دابا نعاود لكم، المهم من وصل نرجع لكم ان شاء الله. غادي نخليكم مع واحد الفيديو قصير حيتاش ديك النهار خرجت صورت لكم هيدا شويه في طنجه بالليل وهذا، وغادي نخليكم تشوفوا ديك الفيديو. ما نزلتوش حيتاش بقيت من هي وما زدت صورت والو، اي مات الخرا وطلع في حالي وصافي. نخليكم تشوفوا ديك النهار من خرجت ونرجع لكم منين وصل ان شاء الله. يا يعني. اهلا زين، رجعت لكم عاوتاني. جبرتونا دابا في الدار بارك، جينا هنايا غادي نمشيو للفيريا نلعبوا لعبه شويه، ولكن قبل غادي نطلعوا ناكلوا شي حاجه. شنو هاتي هاد؟ مساج. ايوا صافي خير نتوما معايا، خليكم معايا نصوركم انايا شويه. شحال ما صورت، باقي عمري ما صورت لكم هاد البلاصه شحال. شوفوا على بالدار هنايا في السطح، وي بدي مشي على الهضره ديالي بروحها. شوفوا المنظر اللي كيبان هنايا من فوقي كيحبق. انتي لا كلتي رفايات، هادي تسليم يلا سلم. شوفوا كيفاش كاتبه البيسي دابا هنايا كتحقق. شوفوا ديك الالعاب اللي كاين، دابا جينا هنايا للفيريا فين يلعبوا لعبه الصغارين. شوفوا غادي نركبوا جوغي، ركبت جون هاي الخوف مبغاش يركب وحدي تو ركبت معاه حتى انا، نعاودو نتفكرو ذكريات ديال الطفولة. دابا ركبنا في هادي تما تسنيم، كنركب في الألعاب العوز تتوي حيت جونيت كيخاف يركب بوحدو، مبغا يركب لي والو بوحدي تو، فكنركب معاه في كلشي. جونيت فاين؟ كتسنى النوبة ديالك، فين خصك تركب؟ فين خصك تركب؟ صافي راجعين فحالنا، سالات الحفلة. المهم لعب جنيد في الاخر، ركبت معاه جيان، ركبت معاه انا فرح ولعب، دخل في ديك في كينقزو ديك بولات تما عجبو الحال بقى كيلعب وصافي. تهلاو لي فراسكم، جبرتونا ماشي بحالنا للدار. فين البنات؟ وصلت الحمد لله بخير وعلى خير. تمرميده عاوتاني مهاوت في اسانسير، جبرت ديك طونوبيله مباركيه تما، باقي ما حيدت شي، خصنا كنا نتسناو حتى يخرجوا ديك الطونوبيلات كاملين، عاد تخرج ديك الطونوبيله باش نقدروا ندوزو حنا وانا واحد الناس كانوا تما تما عندهم كوتشي. ودخنا دخنا بريحه المازوت ديال الطونوبيلات، بقينا تما الى حتى خوات الدنيا، حنا الاخر خرجنا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نشبعوا الطريق ان شاء الله، حنا في الطريق غادي ندوز نتاخر شي حاجه حتى الدار اكيد ما فيها حتى شي حاجه، عندي كيخدم كيدير كيتاخر ما والو. صافي كنا عندك غير ماشي حتى هنا المشرع الحمد لله كاين شحال هذا المشروع. ايوا صافي تاخر ومشي بحالي للدار انت معايا. فين مزيونات؟ رجعت لكم عاوتاني، وصلنا الحمد لله على خير وخير. قلت تسخرت جيت دخلت للدار نيشان، ركنت السخريه الاولى في النيبيرو في بلاكار وصافي جلست نرتاح. وحشتيتو جوني دابا كيدور هنايا قدامي كيلعب وصافي. الحراره تبارك الله هنايا، لبست عليا باش نصور لكم. جيت جبرت هاد الكارتون هنايا كتسناني، وصلت ديال شين، وصلت مي كان مي كنت انا في طنجه امين شبره. شنو خصني نقولك؟ ما كان خليني نصور يعني. الى خلاني جنيد نصور. المهم قلت لكم وصلت جبرت هاد الكارطونه هادي كتسناني ديال شين، وصلت ملي كنت انا في طنجه شبره امين. قلت نشارك معكم شنو فيها حيتاش غادي نركن هادشي، ومستعد المغرب ان شاء الله ما يفتح ماليطه حيتاش ما غنفتحهاش اليوم، ما فيا عيانه صراحه الله. ان شاء الله نجمع الدار جديد، وانتم كتعرفوا الدار كيفاش كتكون ملي كتكون مسافره
ديك الساعه ان شاء الله ملي نركن راسي نفتح ماليطه ونشارك معكم مشتريات ديال المغرب. هنا غنشارك معكم دغيا هاد الحوايج هادو باش نحيدو حتى هما الكارطونه ما يبقاوش قدامي هنايا. وصافي هادشي اللي كاين. وشنو اخر كنت غادي نقول لكم يا ربي الا كنت غنوريكم شي حاجه كيفاش كتجي في اللبسه ان شاء الله حتى غدا ولا بعد غدا. المهم عاد مابقاش غنزاد هاد الفيديو حتى نسالي ونقدر نقيس ونصور لكم مقيسين وديك الساعه نزيدهم في المونتاج وننزل هاد الفيديو هذا ان شاء الله. اش كتمنى جونيت كتمنى ايوا صافي غادي نبداو. بسم الله اول حاجه غنبداكم شنو غنبداكم بداكم هاد الكسوه هادي. هادي واحد الكسوه كحله سام في العاديه. ها هي ما جبتش بيرجا سمحوا لي. المهم كتجي عامله هيدا في كحل طويله. هادي تعمل فوق منها شريبيكا ولا شي كاسدره ديال الجينز اولا زعما شريبيكا في اي كولور تجي مزيونه في الكحل سامبل. هانتوما الثوب ديال هذيك اللي كيتجبد وعاد فيها الجيم. شوفوا كيتعاود. هادي بالنسبه للبياسه الاولى. غنشارك معكم هادي بيجاما باقي ما فتحتها شي كامله غير شفتها ولكن عارفه عاقله عليها طلبتها حيت كانت عجباني بزاف. شفتها في التصويره اللون ديالها فن. شوفوا فحال النحاسي. ها هي هادو ديال الحرير كيما الطوالي جات عامله هيدا. شنو هذا؟ ما يخلينيش نصور هذا النهار. وهذا السروال ديالها سروال طويل. هو كيجي باك هذا فيه جوج بيجامات. هاد البيجامه الاولانيه طويله السروال ديالها طويل هيدا ديال الحرير. وكتجي بيجامه الثانيه فيها الشورت والطوب. هادو كثر كيعجبوني الصيف. دابا كيعجبني ديك باك باش كتكون عندي بيجامه نفصل الربيع هيدا ومني بدا يدخل مين بدا يبرد شويه رجع. وبيجامه هيدا صيفيا دابا هذا الطوب. الطوب ديال البيجامه هادي حلوين هادو خفافين. كيجي معاهم هاد اللعبه هادي ديال تغطي عينك ملي تنعس. وكيجي معاها الجباده. هادي بحال واحد الموف كنت وريت لكم العقلت مره اخرى كنت طلبتها. وكيجي هاد خنيشه هادي باش تجمع فيها هاد الحاجات هادو بحال هكا. كاينه بيجامه اخرى اللي هي هادي عاوتاني في بلو مارين حتى هي ديال الحرير. كيجي السروال طويل هيدا وعندو هنايا هاد الريطه هادي مزيونه حتى هادي. وكتجي فوقانيه هيدا بينوار. كيفاش كتجي دابا نخلي لكم الرابط ديالها باش تشوفوها في التصويره كيفاش كتجي. هذه ما نقدرش نقيسها لكم مزيونه. وكيجي معها حتى هي الشورت. كيجي معها حتى هي الشورت هو فيه هاد العيبات هادو والطوب. المهم الطوب هو هذا. طلبت هاد الكسيوه هادي بيضاء. ها هي يجيو كمان ديال الطوالي ماسعين هادو في هاد اللوينات هادو مزيونين صراحه. هادي عجبتني. هانتوما كيفاش كتجي زواقه منا ويا طويله حتى للارض وفي البياض. ولكن هادي التوب ديالها كيبين ضروري خص تعملو تحت منها شي حاجه. نشوف شنو لبست تحت منها باش نقيسها لكم. وكتجي معاها السميطه ديالها ها هي طايا اكس ال. طلبت في هادي اكس ال حتى في بيجامه طلبت فيهم اكس ال كنت باش يجيوني شويه مخوفين ومرتاحين. طلبت هاد التشاكيته هادي. هادي ماشي ديالي ماشي ديالي. ها هي ما فتحتهاش كتجي عامله هيدا طويله حلوه فيها هاد الزواق هادي. جيت كيشوف الطيور في التلفازه كيقول تشيو تشيو. ها هي طويله حلوه هاي كيفاش كتجي. الروينه عندي هنا كنزل. المهم دابا غادي نجمعو. أو كاينة هاد الكسوة هادي هاهي كتجي بحال هادا. كميمة ديالها هيدا نص كم ماشي طوالي. وجات طويلة حتى للأرض فيها هاد اللعبات هادو حتى في القاع. كتعملها هيدا كميمة ديالها خديتها مزيون حتى هادي ماشي ديالي. هاد الناس المهم شاركت معاكم كلشي اللي وصل. كاين شحال هنا ديالي كاين شحال ماشي ديالي. دابا نشوف نقيسها لكم نعمل فوق منها شريبيكا نقيسها لكم تشوفوها كيفاش كتجي. وهادي واحد كسيوه عاوتاني قصيصره هيدا نصكم هيدا جات طويله حتى هي حتى للركبه وقيله. هادي الثوب ديالها خفيف ولكن نصكم خص فوق منها شريبيكا هادي هيدا. المهم زاونه فيها بزواقه هنايا كتضحك عليا كنصور قول. اخر كسيوه هي هادي كتشبه شويه اخرى ولكن هادي
شنو كيضحكك جوني؟ وي مادي الكلمات ديالها ماشي طوالي كانت جوني كيضحكني وطويلة هادي طويلة تلقع شوف الزواقة اللي فيها كيف عاملة شنو كيضحكك؟ ها انتوما العنق ديالها جا مفتوح هيدا وطويلة الثوب ديالها خفيف د الخيط غزالة صراحة الله هادي خفيفة وطلبت هاد السنيد لها هادي جبتها قبيلتي قاي صغير واحد الفردة صغيرة باقا في بلاستيكة المهم كيجيو ملوين في بلاستيكة في كارطونة ديالهم وكلشي وجاتني السيتوة للأسف طلبت طاية 37 زعما الطاية ديالي هاهي مزيونة ولكن جاتني صغيرة شوف فيها هاد الجوهر هذا حلوة كتشد هيدا خسارة كنت عجباني جاتني صغيرة عندهم بزاف شكالات ديال السنيدات دائما كنطلب الطاية ديالي 37 كيجيو قدي ما عرفتش هاد المرة علاش يمكن حيتاش صندالة بنا ما نعرف اما طلبت صبة طلبت سبردينا دائما 37 كتجيني هي هذيك المرة اخرى طلبت واحد السنيدلة عرفتي جاتني مزيانة هي هاد المرة جات صغيرة ما عرفتش علاش واخر حاجة هو هاد الصاك هذا اول مرة نزعم نطلب شي صاك يكون الديكور ديالو في شكل يعني مدور ولا شي حاجة دايما كنطلب ليك مربعين ستين ولا اللي كيتهزو هيدا المهم قلت لي نجرب قولوا لي الرأي ديالكم فيه واش مزيان ولا لا فكرونا هيدا عندو السميطة هيدا كيتهز هيدا ويتهز هيدا المهم حليلو انا عجبني الصراحة نتوما خليو لي الرأي ديالكم في التعليقات قولوا لي كيفاش جاكم صافي هما هادو الحوايج دابا غادي نوض نكمل الجمع ديال الروينه اللي في الدار ومن بعد نرجعكم ان شاء الله غادي ناكل غير شي حاجه خفيفه شريت غير بيتزا من ميركادونا غادي ناكلها ما غادي طيب ما حتى شي حاجه حيت خصني نجمع الدار الصراحه الروينه كاينه في البيوت اللي هان نكمل الجمع ونرجع لكم شاركت معكم هادو دغيا دغيا غير باش نحيدهم حتى هما حيت الا جمعتهم فوقاش غادي نجلس فوقاش غادي نصورهم لكم وصافي ان شاء الله نشري هاد ماري وغادي نصورهم لكم من بعد يلا يمكن غادي نصورهم يلا دابا شويه نسالي ونرجع لكم نوريكم هنايا الطويره تاع هما توحشتهم ولا والو انا توحشتهم مساكن تحمس مع الصوت ديالو يوما الريح كتسمعوا ياك الحقات ديالي راه شوف هذيك كبرت ديك النبته تما ضاره خصني نقلعها بالك راه جات لي طوالت هذاك الورد تما كان مشى دابا الورد دابا نوريكم فلفل فلفل كبير والحوتات ها هما مساكن كيدوروا هنايا نعطيهم ياكلوا دابا شوف شوف كيفاش كيعملوا على الماكله بلاتي خصني نحديهم حيتاش كتكون وحده ما كتبقى ما كتاكلش مسكينه شوفوا تبارك الله الفلفل قداش عمل كبير وجا احمر المهم هادي عاد خصني نغسل هاد المحابق شوفوا مساكن مفرطين مر هادي بسات من عاش عندها وهادو حمر مزيونين فهادي بجوج بيهم رجعوا حمر كيف هادي كيف شوف شوفوا هادي تبارك الله واجده دابا نلقطو ان شاء الله يا ربي شوفوا تبارك الله المبره قداش عملت كبرات بزاف المهم المحابق ديالي كبروا تبارك الله كاملين ان شاء الله دوزت واحد الشطابه جبرتوني على هاد البالكون عرفتي كيفاش كان ولا مع امين كان كينزل الطيور هنا وكان كيهود كيخويو هادشي هنا ان شاء الله بدلت لهم هادي وما وسخوها عاود انا كنت كنشطب كل نهار ملي كنت هنايا شوفوا تبارك الله هادي شحال كبرت وهادي شوفوا تبارك الله قداش عملت كبرات حتى هي جات لكم مزيونات عرفتوا عييت والله الا الشغل ما كيبغيش يتسال الله يحفظك خصوصا ملي كتكون مسافره وكتجي للدار كيكون راجل بوحديته في الدار ملي كتدخل للدار كتصدم وكتعيط جماعة ما كيبغيش يتجمع الدار ما باقي ما بغاتش يتبان من الصباح وانا كنجمع فيها ايوا صافي مزيونات هادشي اللي كاين هنايا غادي نخليكم تهلاو لي فراسكم ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد غادي تجيو عندي الضيف غادي تجيو عندي العائله ديالي انا فرحانه ديك الساعه نصور لكم ان شاء الله الخرجات الا خرجنا وديك الشيء وصافي الضيف كتعرفوهم شكون كتوقعوا ما جايين عندي خليو لي هادشي في التعليقات شفتوهم معايا في الفيديوهات ان شاء الله غادي يجيو عندي غدا خليو لي في التعليقات شكون ما جايين عندي نشوفكم عرفتوهم ولا ما عرفتوهمش تهلاو لي فراسكم تلقاو ان شاء الله فيديو جديد بسلامه